أهلا بحضراتكم. كل يوم ثلاث في فرقة الحصاد بيكون عندنا لقاء من مركز بحوث الصحراء. المركز ده بيهتم بالصحاري المصرية، وهي طبعا الأوسع والأكبر في مساحة مصر، لأنها لا تقارن إذا ما قارناها بالوادي والدلتا. برغم الكثافة السكانية العالية في الوادي والدلتا، لكن تبقى الصحاري المصرية هي الأكبر من حيث المساحة. طبعا لابد من تنمية هذه الصحاري، ويعني إيجاد فرص عمل للناس اللي عايشة فيها، ومحاولة جذب سكان من الوادي دلتا الى هناك. ده بيتطلب اقامه العديد من المشروعات. الى جانب المشروعات الزراعيه، هناك مشروعات لها علاقه بالدواجن، صناعه الدواجن وتربيتها من المشروعات اللي ممكن نقيمها في المناطق الصحراويه. صحيح هيكون لها معوقات زيها زي اي نشاط اخر هنقوم به في الصحراء، حيث ارتفاع درجه الحراره وزياده نسب الملوحه، ولكن في النهايه في امكانيه كبيره جدا، وفي عائد ممكن يعود ممتاز جدا من هذه المشروعات إذا ما اهتمينا بها بشكل متميز بيوفروا خبرائنا في مركز بحوث الصحراء. النهاردة هنتكلم عن صناعة الدواجن والتنمية المستدامة اللي ممكن تحققها في الصحاري المصرية، ومعنا الحديث عن هذا الموضوع الأستاذ الدكتور عماد محمد أمين، أستاذ تربية وتفريخ الدواجن ورئيس قسم تربية الحيوان والدواجن بمركز بحوث الصحراء. أهلا بحضرتك معنا. طبعا قسم تربية الدواجن والحيوان في مركز بحوث الصحراء قسم يعني عليه أعباء كتير، لأن الصحاري المصرية زي ما فيها إمكانات ضخمة فيها برضو معوقات ضخمة. فخلينا نتكلم الأول عن ليه ممكن نربي دواجن في الصحراء، إيه الإمكانية لده؟ هو حضرتك يعني إحنا مركز بحوث الصحراء من التسعينيات تقريبا قعدنا بالنادي بشغف وفترة كبيرة جدا لابد من نقل الدواجن بصفة عامة من الوادي والدلتا للظهير الصحراوي للمحافظات. صحيح. الأسباب عديدة جدا لغاية ما جت مشكلة الانفلونزا طيور، وده بقى أمر حتمي بقى. يعني ليه حضرتك شايف بيبقى في الوادي والدلتا؟ عشان الأراضي غالية جدا ومعظمها أراضي زراعية، فبتلاقي سعادتك معظم المزارع اللي موجودة في الدلتا منشأة على أراضي زراعية. فعشان كده مفيش المواصفات الصحية الجيدة للعنابر، بيبنوها جنب بعض. فلما جت مشكله الانفلونزا الطيور حصل زي كارثه، احنا شفنا كلنا كان حصل اعدامات كتيره جدا للدواجن فيها. فهنا كده بقت نقل المزارع الى الصحراء دي بقت حاجه حتميه خلاص، مش اختياريه. الحاجه الثانيه نقلها للصحراء بيدينا فرصه، ان طبعا الاراضي رخيصه هناك، فبيدينا فرصه ان احنا نعمل المواصفات الصحيه الجيده للعنابر. يعني بالراي اهم حاجه حتى المسافه بين العنابر اللي هي قياسات معينه. الارض قدام مني كبيره ورخيصه، فانا ببني العنبر بمواصفات جيده، بشتري المساحات اللي هي بتكون الجزء الطولي للعنبر في اتجاه الريح، فلما بتكون المساحه قدام مني كبيره بقدر اعمل الغالبيه العظمى من العنابر بتاعتي مواصفات صحيه جيده. الحاجه الثانيه برضو ان استخدام صناعه الدواجن في الاماكن الصحراويه بتستخدم السماد العضوي اللي طالع من عنابر الدواجن، بيستخدمها في استصلاح الاراضي الصحراويه. دول اهم نقاط: مراعاه الشروط الصحيه الجيده وده متوفر في الصحراء، الجو بكر خالي من الامراض، بعد كده حتى لو في مرض دخل لا قدر الله يبقى سهل السيطره عليه. طيب ده هايل جدا، وحضرتك فعلا محق، لانه من الاسباب اللي مخليه الانفلونزا الطيور مستوطنه عندنا ان احنا محبوسين في الوادي والدلتا كلنا، وبالتالي الانتشار الطولي ده على مستوى الوادي والدلتا في مكان ضيق جدا متكدسين فيه عامل مشكله. لكن الناس ساعات بتبقى عندها احساس ان في مخاطره ان انا انتقل للصحاري المصريه. بدايه هنبتدي بالسكان اللي هناك، واكيد هنجذب الناس. ايه اللي يعني اللي بيميز صناعه الدواجن نقدر بيه نجذب سكان اخرين ونقول لهم لا انتوا فاكرين ده مش حلو، لا ده فيه برضو امكانيه وفي اوبورتونيتي يعني. والله هقول لحضرتك حاجه، المفروض عشان نعمل احنا شغلنا عمل تنميه مستدامه وعمل استصلاح اراضي للمناطق الصحراويه، فاي حكومه بتخطط لعمل تنميه في اي منطقه معينه مفروض لابد تبدا بصناعه الدواجن مش الزراعه. وده للاسف الشديد المسؤولين اللي هم بيخططوا للتنميه المستدامه في مصر مش واخدين بالهم من النقطه دي. وانا حصلت لحضرتك نقاط عديده، لو اي مسؤول هو بيخطط في التنميه حطها في الحسبان هيبدا بصناعه الدواجن. ازاي؟ اول حاجه لو قلنا عشان نعمل تنميه سريعه ويكون فيها عائد سريع، وده احنا حتى في احنا في البلد محتاجين عائد سريع دلوقتي، محتاجين مشروعات تدر دخل سريع عشان يقدر يحصل فيه تحسن في الدخل القومي، يبدا المواطن يحس بايه؟ بنوع من تحسن العيشه بتاعته.
طب ايه صناعه الدواجن؟ اي مكان صحراوي على مستوى جمهوريه مصر العربيه توفر فيه 3 شروط ممكن ادي لك منه انتاج خلال 45 يوم. مفيش اي مشروع تقدر تعمليه في التنميه هيديك انتاج بعد 45 يوم. طبعا. ايه اللي صناعه الدواجن؟ ازاي؟ اولا انا محتاج اي مكان صحراوي توفر فيه طريق ان انا اوصل للمكان. محتاج مصدر ميه شرب، ممكن تكون من الابار مش شرط من النيل. تمام؟ محتاج مصدر للطاقه، ممكن تكون طاقه شمسيه او طاقه كهربائيه او استخدم مولد. ودول الثلاثه بالنسبه للطرق الدوله عامله مشروعات طرق كتير جدا واحنا بنشوفها. وبالنسبه للميه او فحر الابار دلوقتي خلى العمليه بقت سهله. وبرضه مركز بحوث الصحراء احنا عندنا يعني ملحمه في فحر الابار في اي منطقه، وعندنا خرائط للميه في اي منطقه قدر يعرفوا الميه على عمق قد ايه وملحتها قد ايه. فدي الحاجه الثانيه الطاقه، لو حتى ما فيش طاقه كهربائيه من الكهرباء عن طريق الطاقه الشمسيه. طيب دول اتوفروا يبقى انا دي موازنه الدواجن هدي لك انتاج خلال 45 يوم. ما فيش مشروع تقدر اخد منه انتاج خلال 45 يوم الا مشروعات الدواجن. الميزه الثانيه ان مشروعات الدواجن 90% من عناصر الانتاج اللي بتستخدم في صناعه الدواجن ليس بالضروري تنتج في مكان المشروع، يعني كل 90% من المستلزمات اللي بستخدمها بجيبها من بره المشروع. حتى لو انشات المشروع في الدلتا انا بجيب له الذره والصويا ومركزات والكتكوت مش من المزرعه، مش بنتجهم في المزرعه، انا بجيبهم من منطقه بعيده جدا قد تكون مثلا تبعد بال 100 كيلو 200 كيلو 300 كيلو عن مكان الانتاج. طب انا في الصحراء نفس الطريقه كده كده بنقل مستلزمات الانتاج في الاماكن الصحراويه، هي بجيب بنقلها في الدلتا وبنقلها في الوادي. يبقى كده كده برضه سواء انتجت في الدلتا او في الصحراء هجيب المستلزمات بتاعتي. طب النقطه الثانيه برضه ان زي ما قلت لحضرتك لو احنا بدانا في مشروعات التنميه ان انا عملت عنبر دواجن في على راس كل 10 فدادين، وانا هسيب النهارده اصبح بان هذا المربي او المستثمر عنده مصدر دخل كل 30 كل 40 يوم يجيب له فلوس. الحاجه الثانيه حصل ايه؟ هو هيستخدم السماد اللي بيطلع هيحطه في الارض بتاعته ال 10 فدادين اللي هو ما استصلحهمش لسه. انا بتكلم اديته انا بدات بالايه؟ بالمشروعات عنبر الدواجن بس ما زرعش ارض لسه. طيب كل ما يطلع اسمده بيحطها في الارض بتاعته هيمهدها الاول ثم يحط الاسمده يطلع. بعد سنه يبتدي يستصلح هنقول فدان واحد. كل سنه لو استصلح فدان يبقى عنده فلوس اهو، حضرتك بينتج الدواجن بيبيع انتاجه بيصرف على نفسه في جزء من الفلوس بيبتدي يستصلح بيها. استصلح فدان جنب فدان جنب فدان، لو كل سنه عمل فدان خلال 5 6 سنين يعمل له 7 8 فدادين. لو احنا عم قلنا الكلام دوت على مستوى مثلا مليون خريج، سوري هنقول مثلا 100,000 خريج او 1000 خريج، هيشوف كميه الارض هتحصل على دي مش هتكلف الدوله حاجه. بدانا بالدواجن. طب الحاجه الثانيه برضو اللي مهمه جدا ان سرعه راس المال في الدواجن بتخلي ان في احنا بتخلي ان في فلوس باستمرار مع المربي او المستثمر، فبيقدر يتحرك غير الزراعه، الزراعه بيمسك الفلوس مرتين في السنه موسمين. في النهارده الدواجن لا، هو عن طياره باستمرار، عن طياره باستمرار فلوس باستمرار، فبتدي يشتغل بتدي يتحرك. النقطه الثانيه برضو العماله بتاعت الدواجن ما بتروحش وتيجي كل يوم، فهو بيقعد في المزرعه برضه، بيقعد ممكن يقعد لغايه 30 يوم ما ينزلش بيته، فكده كده لما يروح يشتغل في المراكز الصحراويه كده كده بيبات. بيقعد 30 يوم ثم بينزل اجازه 10 او 15 يوم، فاصبح مستلزمات الانتاج بتيجي من خارج المشروع ما عندناش مشكله كده كده هتيجي. الحاجه الثانيه اللي بيستخدم بقايا الانتاج اللي بتطلع منه في استصلاح الارض بتاعته. الحاجه الثالثه راس مال سريع بيجي له فلوس باستمرار، يبتدي يستصلح ارضه هو بنفسه واحد يعني زي ما قلت لحضرتك كل سنه ان شاء الله كل سنه فدان. فهنا حصل فيه الحاجه الثالثه هو بقى نفسه ايه حصل ايه؟ حصل ان في عنده اذا كان مزرعه دواجن عنده فراخ بياكل بيبيع حوالين منه اصبح فيه مصدر للاكل. الحاجه الثالثه لو هو ابتدى يزرع جنب العنبر بتاعه 3 4 5 اريط خضار لبيته هو مش هيبيع منه، اصبح عنده البروتين الحيواني، عنده البيض وعنده الفراخ ثم الخضار بياخده، يبقى له العيش اللي هو الدقيق اللي الدقيق هيجيب بيجي برضه من خارج المنطقه لغايه لما الارض تتعمر. يبقى هنا لما نقول لحضرتك مزارع الدواجن او مشروعات الدواجن هي النقطه الاساسيه في التنميه المستدامه، وليه المخطط مش واخد باله النقطه دي مش عارف. دي عمليه يعني هو لو فكر شويه النهارده انت ما كلفش، انت بدات بالعنبر واخد بال سعادتك. الحاجه الثانيه على اي مستوى اقدر اشتغل، على مستوى عاوز هعمل عنابر 5000 طائر، هعمل عنابر 10000، هعمل عنابر ان شاء الله 1000، واخد بال سعادتك. المساحه موجوده والامكانيات موجوده حسب امكانيات الدوله، هتبس توفر له بقول لسعادتك طريق يوصل، مصدر للطاقة ومصدر للمية، واديله أرض صح. جميع المستثمرين هيروحوا، يبقى كده الدولة بص هيزرع هيعمل مزرعة الدواجن بتاعته وهيستصلح أرض. يبقى شلنا عبء الاستصلاح عن الدولة، هو المواطن اللي بيصلح. واخد بال حضرتك؟ إن برضه من ضمن مشاكل الاستصلاح
التسميد مكلف جدا لما ينقل في الاماكن الصحراويه، لان انا هستصلح مثلا، هستصلح في الوادي الجديد، هستصلح في المنيا، هينقل اقرب مكان اللي منه سمات بعيد جدا، وتكلفته عاليه جدا، تكلفه نقل وتكلفه السماد نفسه، والسماد السماد بتاع الدواجن غالي جدا. فانا هو لما بيكون متوفرين عنده بيتسهل له عمليه ايه؟ تسميد الأرض. التسميد الارض في الاستصلاح. يبقى احنا عملنا مشروعين عشان يبقى احنا الحاجه الثانيه بقى، ودي يعني احنا عارفين ان الجيل الجديد كله متسرع جدا، عاوز ربح بسرعه. زمان كان الناس بتستصلح، ان يقول لك في مقوله كانت تتقال كده، ان استصلاح الارض الزراعيه عاوزه صبر ايوب ومال قارون وعمر نوح. يعني عاوزه عمر كبير فعلا، ان تستصلح سنه بعد سنه بعد سنه بتديك انتاج، وعاوزه فلوس كتير، وعاوزه تصبر جنب الزرع لغايه اما تطلع بقى. بالظبط. لا لغايه لما تستصلح الارض، الارض لما تستصلح ما تديش انتاج كبير في اول سنه. شوف اقعد كام سنه عشان ياخد انتاج. هل في الشباب النهارده هيتحمل هذا؟ ما فيش حد بيتحمل هذا. ما فيش حد هيتحمل، لكن النهارده انت بتدي له مشروعك اهو، بتنتج كل 40 يوم بتطلع انتاج، معاك فلوس، هيبقى في فائض، اصرف استصلاح واصرف على نفسك. ده رؤية جميلة، ويعني رؤية جديدة ممتازة ان احنا نسمعها، علشان برضو نعرف ايه هي معنى التنمية المستدامة، وازاي نبتدي من حاجة يحصل معاها انشطة تكميلية اخرى في الصحراء المصرية. فاحنا لما بنقول نغزو الصحراء او نعمر الصحراء، مش قصدنا الزراعة فقط، قصدنا مشروعات انتاج حيواني وانتاج دجاني وزراعة جنبها وغيرها من المشروعات الاخرى. طيب، لكن يظل هناك معوقات تقليدية للصحراء المصرية تنطبق على الزراعة وعلى تربية الماشية وعلى الدواجن نتيجة للظروف البيئية. ابرز المعوقات اللي بتواجه مربي الدواجن في هذه المناطق. تمام. هو حضرتك اول حاجة نقص الارشاد. جميع يعني حتى الناس اللي بتبتدي تشتغل في الاماكن الصحراويه بيبتدوا يتعاملوا مع مشروعهم بنفس الطريقه اللي بيتعاملوا فيها في الوادي. ليه؟ ان مفيش حد بيرشدهم. لكن احنا عندنا في مركز حقوق الصحراء عم بنعمل حاجه اسمها القوافل الارشاديه. القوافل الارشاديه بتلف محافظات مصر كلها، من اول وادي الصعيده في اسوان لغايه الوادي الجديد لغايه توشكى، ما بنسيبش منطقه صحراويه الا بنعمل لهم حاجه اسمها القوافل الارشاديه. بنطلع لهم دكاتره بتطلع من المركز بتروح لهم اماكنهم، تديهم معلومات ازاي في الزراعه وفي الانتاج الحيواني وفي الدواجن بصفه عامه، تديهم ارشادات ازاي يتعاملوا مع الحيوانات في الاماكن الصحراويه. الحاجه الثانيه برضو ان ارتفاع درجات الحراره في الاماكن الصحراويه بتخلي الناس، هو اشتغل في الدلتا على سيستم معين، لما بيروح ينفذه في الصحراء ما بيلاقيش نفس المناخ فبيحصل بيفشل. لا يا فندم، انت النهارده بيجي يشتغل في الصحراء في ارتفاع درجات حراره، تصميم العنبر نفسه بيختلف من الدلتا للصحراء. فانت بترجع لخبراء مركز الصحراء بيقولوا لك تصمم عنبرك ازاي. في كل منطقه ليها طريقه شكل في تصميم الاماكن، الاواء اللي هيستخدمها في منطقه ممكن نتغلب على درجات الحراره بتاعتها، ان احنا بتهويه العنابر بنزرع اشجار معينه حوالين العنبر. في منطقه ثانيه لازم نعمل حاجه اسمها كلوز سيستم، يبقى عنبر مقفول مغلق. مغلق. الحاجه الثانيه برضو ان هو برضو كل منطقه يجود فيها نوع معين من الدواجن. وده عطينا فرصه، انت حضرتك برضه ما يميز صناعه الدواجن في التنميه، ان عندنا سلالات واصناف كتير جدا في الدواجن. الصنف اللي ينفع في المناطق، مثلا انا عندي رومي، عندي فراخ، عندي بط، مش بس كده، عندي ارانب، كل دول فيهم سلالات، وكل سلاله ممكن تمشي في منطقه معينه. يعني عندي لو بيئه جافه هربي فيها رومي، واخد بال حضرتك؟ عندي بيئه مثلا متوسطه عندي السلالات المحليه المستنبطه. يبقى النهارده ده مش متوفر برضه في الحيوانات الكبيره، محدوديه السلالات اللي عندنا في اللارج انحات الكبيره اللارج انيمال بتخلينا ما بنقدرش نعمل كده، لكن في الدواجن ده متوفر. يبقى انا ما عنديش مشكله، يعني اي منطقه عندنا في مركز بحوث الصحراء دراسات ان الصنف ده يمشي هنا، ده في شمال سيناء، ده يمشي في فيتوشكا، ده يمشي في حلايب، ده يمشي في الوادي الجديد، ده يمشي في سيوه. فده موجود دراسات عندنا وعاملينها بحيث ايه نتغلب على معوقات التنميه في الصحراء. طيب، زي ما في سلالات صالحه لكل مكان، اكيد في نوعيه معينه من مشروعات الدواجن صالحه في الاماكن الصحراويه. تمام. ايه ابرز انواع المشروعات اللي بتكسب او جدواها الاقتصاديه عاليه في المناطق الصحراويه؟ هقول لحضرتك حاجه. هو بصفه عامه ان من اربح المشروعات الزراعيه بصفه عامه مشروعات الدواجن. ولكن داخل مشروعات الدواجن بقى نفسها، لو احنا قلنا مثلا انه صنف او انه نوع بيكسب اكتر. لما نتكلم عن مشروعات دواجن بصفه عامه، عندنا اول حاجه تفريخ الكتكوت. انا معمل تفريخ الكتكوت، فدي اول، دي ناس بتشتغل مشروع خاص ان هو ينتج كتكوت.
ثم تيجي مرحله ثانيه تسمين الكتكوت ده. في برضه ناس متخصصه بتشتري الكتكوت ده وتعمل عليه برتسمين تسمنه، سواء كتكوت بط او رومي او دجاج، ده بيتسمن حسب. المشروع الثالث ناس قائمه ان تعمل بيض مائده، هي مشروعاتها ان هي تطلع بيض مائده. طب المشروع الثالث ناس بتعمل بقى عزوب بالتفريخ، سواء للبط او للرومي او للدجاج. بيبقى في برضه ناس تتخصص هتنتج بيض، تجيب امهات عشان تنتج بيض صالح للتفريخ. طب لو جينا قلنا بقى المشروعات دي كلها، طب انه بيكسب عن الثاني؟ بقدر لحضرتك لو احنا اتكلمنا بصفه عامه هم كلهم بيكسبوا، لكن لما بيجي نرتبهم الناس متخيله ان تسمين عنابر التسمين اعلى هامش ربح. كل يقول لك هعمل عنبر تسمين ده واجب. لا، هو يعتبر عنابر التسمين اقل ربح في مشروعات الدواجن، اقل ربح. ليه؟ احنا عندنا اعلى ربح يعتبر في الدواجن معامل التفريخ بنت الكتكوت. لبنت الكتكوت ده كل 21 يوم عنده كتكوت وبيكسب في الكتكوت ده. لا، تكلفات المشروع بتاعته قليله. لما بيجي نقارن هامش الربح بتكلفه راس المال هنلاقيها هامش ربح عالي جدا. فنعتبر يعني انسب مشروعات اللي بتكسب في الدواجن هو التفريخ. لكن هل هو صالح للبيئه الصحراويه؟ هقول لسعادتك حاجه. السؤال دوت برضه هقول في نقطه مهمه جدا. من ضمن معوقات صناعه الدواجن في الاماكن الصحراويه، وده بيقابلنا في احنا بندي محاضرات في مثلا في الوادي الجديد او في توشكا او في سينا، ايه اللي بيحصل؟ بص حضرتك، من ضمن معوقات صعوبه وصول واستلزامات الانتاج وخاصه الكتاكيت الى هذه المناطق. بص حضرتك، انا كنت بدي محاضره في الوادي الجديد، فالكلام ده من تقريبا 10 سنين، فبقول لهم الخريجين انبسطوا جدا المحاضره، ولكن قالوا لي طب احنا ما بيجيناش كتاكيت هنا، ان اقرب حته يجينا منها كتاكوت اسيوط، والمسافه بين اسيوط كتيره، فالكتاكيت بتيجي مجهده بتموت. فاصبح هنا ايه بقى؟ يبقى انا لازم اوفر معامل تفريخ في الاماكن دي، الاماكن الظهير الصحراوي. يعني كده ولا كده انا محتاج لها؟ محتاج لها. فانا النهارده لما تيجي كتكوت عنده، فما فيش وقت مثلا الكتكوت ما بيجيلوش مجهد من اماكن بعيده، واخد بال حضرتك؟ عمل وصل لي بيكون الكتكوت مجهد، نسبه النفوق بتبقى عاليه. فانا او هو دي مشروع تفريخ، لو عمل لو جينا في الظهير الصحراوي المحافظات وعملنا معامل تفريخ، هنشجع الناس تبتدي تشتغل ان هو بيجيب الكتكوت من اماكن بعيده جدا. طيب يعني دلوقتي برضو الكتكوت ده لازم يكون له مواصفات ويكون سليم علشان الناس تقدر تبيعه وياخدوهم منه. اكيد الاول في يعني انواع معينه للمكن الصالح للتفريغ ده نتعرف عليها برضو، ونعرف الناس اللي عندها النيه انها تعمل مشروعات او حتى عايز تنتقل لظهير الصحراوي. تمام. بالنسبه لو قلنا طبعا احنا اتكلمنا عن مشروعات الدواجن كلها، وقلنا اول مرحله من مراحل الصناعه هو انتاج الكتكوت. وزمان كان كلمة تفريغ كان اسمها معامل تفريغ. وكلمة معامل تفريغ دي يعني حاجة كبيرة. صح. يعني مش حاجات صغيرة. توحي بإنها حاجة ضخمة جدا. معامل تفريغ. وكانت الأول بتشتغلوا بالطريقة البلدية، يعني بيسموه البرماوي. ودي كانت مشهورة بيرما، يعني بيحطوا بيستخدموا لون الجاز زي بتاع زمان، وبيعملوا بيوت ممكن بالطوب الني أو الطوب الأسمنتي. ومثلا يعمل لك حوالي حضرتك 40,000، عشان يطلع 40,000 بيضه عاوز 600 متر، مساحه كبيره جدا. بعد ده حصل بقى ان في بقى مكن اوتوماتيك، بقى اللي هو المساحه ال 600 متر دول ممكن استخدمهم في مكان واحد حوالي 5 في 5، يعني 5 في 5 25 متر استبدله ب 600 متر. طيب هنا بالنسبه عشان معامل التفريغ عندنا نقول ثلاث انواع من معامل التفريغ بصفه عامه. عندنا المعامل اليدويه، ودي بتتطلب ان مجهود جدا على الانسان اللي بيشتغل، اذا كان يعتبر هو الانسان نفسه هو المكنه، هو اللي بيحس بالحراره بتاعت المكنه، يظبط الحراره، هو اللي بيحس بالرطوبه، بيرش ميه، بتعتمد على العامل البشري زي المعامل البلديه. يعتبر العامل البشري ده هو اساس هو المكنه بمعنى اصح. يليها بعد كده معامل التفريغ اللي هي دوس اوتوماتيك، اللي هي بيعتبر ايه، في جزء تدخل يدوي وجزء تدخل المكنة. وكان غالبا التدخل البشري فيها بيكون على حلقة في مرحلة التقليب بس، هو بيتظبط الحرارة والرطوبة بتاعت المكنة عن طريق أجهزة، ولكن بيخش العامل البشري بيقلب البيض حوالي مثلا ممكن كل 4 ساعات مرة أو كل 6 ساعات مرة. لكن في المكنة الأوتوماتيك هنا بقى يخش بدور بقى المكنة الأوتوماتيك. المكنة الأوتوماتيك وده يعتبر الـ 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 الأحدث حاجة اللي بيشتغلوا بيها حاليا،
وده هنا بقى في الميزه اللي فيه ان في احجام مختلفه. يعني ممكن سعادتك في بتبدا مثلا من مكنه بتعمل 200 300 بيضه لغايه ما عامل بتعمل 300,000 بيضه. كل حاجه بتبقى المكنه تحكم في الحراري ديجيتال اوتوماتيك، تحكم في الرطوبه ديجيتال اوتوماتيك، تحكم في التقليب. في نفس الوقت نسبه الفأس بتاعته عاليه جدا وتتعدى 90%، وجوده الكتكوت بتاعته بتبقى عاليه جدا. وهنا برضه خلي بال حضرتك العامل البشري ملوش دور قوي هنا. ان ايه؟ ما بتعتمدش على العامل البشري خلاص. يعني العامل البشري متابعه، متاكد ان المعمل بتاعه والمكن بتاعه وصله الكهرباء، وصله خطوط الميه بتاعته، خلاص هي المكنه بتقوم بكل حاجه. طيب يعني ده يعني هل هي مكنات معروفه كل الناس بتستخدمها، ولا في انواع برضو المزارع هو بيشتري او اللي ناوي يعمل معامل تفريخ تنصحه ان دي اجود من دي او تشتريها؟ هو هقول لحضرتك حاجه. هو كان الاول كان في مصر كان المكن الاوتوماتيك ده كله كان بيجي مستورد، وكان في بعض الصناعات المصريه اليدويه البسيطه جدا، وكانت كفاءتها كانت قليله، فعشان كده كان الناس بتلجا للمعامل التفريخ المستورده. ولكن في خلال نقول ال 15 سنه اللي فاتوا دول ابتدت شركات فعلا تنتج معامل تفريخ كويسه جدا تماثل المستورد. لكن بقى هنا الشركات دي بقت تتفاوت ما بينهم في الجوده، لكن الى حد ما نقول الجوده بتاعتهم من نقول مثلا من 70 ل 93. فهنا الفكره هنا بقى ايه الفرق بين شركه وشركه، او مكنه هنقول مكنه ومكنه. في مثلا قطع الغيار اللي جوه المكنه، يعني ممكن تكون مكونات المكنه بالكامل صيني فهتبقى المكنه رديئه، ممكن احتمال اعطال كتير. ممكن تكون مكونات المكنه نوع عالي شويه ايطالي الماني، فتكون احتمالات الاعطال في المكنه قليله. الحاجه الثانيه طريقه بقى ايه؟ طريقه العزل بتاع المكنه. يعني ممكن المكنه تكون رخيصه بس استهلاك الكهرباء عالي جدا، واحنا عارفين الكهرباء دلوقتي مكلفه، فالنهارده لما تكون عزل المكنه مش محسوب كويس استهلاك الطاقه تبقى عالي جدا. الحاجه الثانيه برضو بتبقى المكنه لما تكون العزل بتاعها مش كويس بتبقى السخانات بتاعتها اعلى، فحضرتك تبقى فيه استهلاك طاقه اعلى. دي الحاجه الثانيه برضو بعض المكن بتلاقي الكفاءه الجوده بتاعته مش عاليه، فيطلع لك نسبه الكتاكيت مثلا نسبه التهاب سر عالي شويه، نسبه الكتاكيت المشوهه عاليه شويه. هو المربي ما بيعرفش من ايه، هو كتكوت طالع بس عنده التهاب سر في كتاكيت مشوهه في نسبه عاليه، ده برضو بيبقى من عيوب المكن. هو بقى يختار ازاي؟ يعني حضرتك تنصحه بايه؟ يعني ايه الافضل اللي هو يسعى لاختياره علشان يحصل برضو على كتاكيت ذات جوده عاليه ويقدر يسوقها؟ هقول لحضرتك حاجه. هو انا هتكلم بصفه عامه. المربي لما يجي يشتري مكنه اول حاجه يبص على المكنه الخامات التصنيع بتاعتها. ان ممكن تكون نفس المكنه بنفس عدد البيض ونفس الشكل دي سعرها مثلا سين مثلا 50,000 اختها بالظبط 25,000، نص السعر نفس الشكل. هو المربي العادي ما يعرفش دي نفس المكنه دي اوتوماتيك ودي اوتوماتيك ودي ديجيتال ودي ديجيتال، لكن بتلاقي مكونات القطع الغيار المصنع من المكنه قطع رديئه، فيتاكد ان قطع الغيار بتاع المكنه، يسال على تحكم الحراره بتاع المكنه نوعه ايه شكله ايه حساسيته شكلها قد ايه، تحكم الرطوبه بتاع المكنه نوعه ايه والحساسيه بتاعته، المواتير بتاعه المكنه برده جودتها ايه. في نفس القصه الجسم بتاع المكنه كثافه عزله شكلها ايه، دي ده اللي بتفرق بين مكنه جيده ومكنه مش جيده. الحاجه الثانيه هو بيشتري بقى المكنه، المكنه الجيده لازم اول حاجه يكون درجات الحراره جوه المكنه متجانسه، يعني لما يحط الترومتر فوق زي في النص زي تحت، لو درجه الحراره بتاعت المكن مش متجانسه هنا بقى بيحصل ايه بقى؟ بيدي نسبه شهوات عاليه في الكتاكيت، بيدي التهاب سره، تلاقي الكتاكيت ما بتطلعش مع بعضها. وهنا برضو من ضمن عيوب المكنه تلاقي المكنه تقعد تطلع انتاج الكتاكيت المفروض يطلع بعدها 20 يوم، لا ده يطلع واحد يطلع مثلا اليوم 19 شويه واليوم ال 20 شويه واليوم 21 شويه، يطلع ست ايام يفرخ. ده معناه ان عدم انتظام الحراره والرطوبه في المكنه، او المكنه التوهيه بتاعتها مش مظبوطه تأدي نفس العامل. فمواصفات المكنه الكويسه ان هي تطلع كتاكيت في ال 21 يوم، ممكن تزيد ست ساعات سبع ساعات مفيش مشكله، لكن اكتر من كده يبقى المكنه مش مظبوطه. الحاجة الثانية برضو ان المكن يكون فيه المكن الكبير بالذات وفي الاماكن الصحراوية يتأكد من التبريد بتاع المكن، ان معظم المكن ما فيهوش تبريد، لكن المكن او ممكن يتغاضى عن التبريد في بعض الاماكن في الدلتا او الاماكن المعتدل، لكن في الاماكن الصحراوية لابد من التأكد من تبريد المكنة، ان التبريد يبقى فيه تبريد هواء
او تبريد ميه، ويفضل في الاماكن الصحراويه يكون في نوعين التبريد في المكنه. ده مهم جدا، هو ده اللي بيحكم الصحراوي من الوادي والدلتا. فعلا موضوع التبريد ده لازم يبص عليه اللي هو ناوي يعملها في الصحراء. مهم جدا. في ناس كتيره ممكن تفوت عليهم الحكايه دي. طيب في خطوات معينه مثلا لصيانه المكنات ده وتشغيلها بشكل معين عشان نحافظ عليها ونتاكد ان الانتاجيه تكون مظبوطه؟ تمام. يعني بصفه عامه اي مستثمر، اي مربي، او اي خريج بيشتري مكنه تفريخ، زي ما قلت لحضرتك، اول حاجه يتاكد ان المواصفات دي كلها اللي انا قلتها موجوده في المكنه. طب يجي يشتغل، اول حاجه يعملها يشغل المكنه على الفاضي لمده اسبوع. ليه؟ اولا بيتاكد حراره المكنه مظبوطه، الرطوبه مظبوطه، المكنه بتقلب، التهويه مظبوطه، كل الكلام ده مظبوط. ليه بقى؟ ان ممكن اللي بيشتري المكنه، حتى المكنه كويسه او جيده، ممكن خلال النقل يحصل اي حاجه في السكه، سلكه تبقى مثلا الفيز في المكنه ماسك على حاجه بسيطه، تبتدي ايه؟ تقع، المكنه تعطل. يبقى بيجرب المكنه على الفاضي لمده اسبوع على الاقل. ثم بعد كده بيبتدي ما يحطش الكميه كلها في اول دفعه، طبعا المكنه جديده، هيبتدي يحط مثلا ما يزيدش على ربع الكميه. لما تطلع اول دفعه من المكنه بيحصل ايه؟ ممكن تكون الحراره والرطوبه والتهويه بتوع المكنه مظبوطين وهمي. والاجهزه عطيان الظبط ده مظبوط، يعني عطيان الحراره 37.5 او الرطوبه مثلا 55، لكن في الحقيقه هي مش كده. طب ايه اللي بياكد لي الحراره مظبوطه والرطوبه مظبوطه ولا لا؟ لما الكتكوت بيطلع. لو الكتكوت طلع الدفعه الاولى اللي حطيتها دي اللي هي ربع الكميه، لو طلع في ميعاده يبقى الحراره مظبوطه والرطوبه مظبوطه. طب لو طلع الكتكوت بدري شويه عن ميعاده، معناها ان بيقول لي ان درجه الحراره اعلى سنه. فبشوف طلع بدري قد ايه وابتدي اظبط الحراره، حتى لو كانت الاجهزه عطيه 37.5، ده ممكن تكون قرايه وهميه. فانا ببتدي اظبط الحراره 2.3 تاني على اساس ان ايه اظبطها. الحاجه الثانيه بقى ممكن تكون اخر حاجه أخيراً. لو الحراره قليله، تلاقي كده تطلع متاخر عن ميعادها مثلا بايه، ب 12 ساعه و24 ساعه، معنى ذلك الحراره بتاعتها قليله، ببتدي اظبطها. انا بشكر حضرتك معانا، يعني طبعا الوقت انتهى، لكن ده موضوع مهم جدا وهيساعد كتير جدا من الشباب الصغيرين على انهم يبداوا حياتهم ويعمروا الصحراء بمجهودات ومساعدات مركز بحوث الصحراء. شكرا للاستاذ الدكتور عماد محمد امين، استاذ تربيه وتفريخ الدواجن ورئيس قسم تربيه الحيوان والدواجن بمركز بحوث الصحراء. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليكم اعزائنا المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا. غدا ان شاء الله حلقه جديده ومجموعه اخرى.